السلام عليكم. بعد ما عرفنا العمليات اللي بتتم للتوب برودكت اللي عمل ابجريد للانتي نوك، كلامنا النهارده هيكون عن الثيرمال كراكنج او التكسير الحراري، وهي عمليه بتتم للهيفي ريزيديو. هنكلمكم النهارده عن مفهوم عمليه الكراكنج عموما، وهنتكلم عن مفهوم الثيرمال كراكنج والفيد والبرودكتس الخاصه بيه، وكمان ظروف التفاعل. فيلا بينا نبدا. كلمة كراكنج في العموم من اسمها فهي تعني عملية تكسير السلاسل الهيدروكربونات التقيلة والطويلة إلى هيدروكربونات أصغر وأخف، زي مثلا الكيروسين ممكن نكسره ويتحول لجازولين. عملية التكسير بتنقسم لنوعين، وده حسب العامل المساعد في العملية. النوع الأول هو الثيرمال كراكنج، والنوع الثاني هو الكاتاليتيك كراكنج. ومن اسمهم واضح إن في النوع الأول بنستخدم الحرارة، أما النوع الثاني بنستخدم عامل حفاز. عملية الثيرمال كراكنج بتتم على الهيفي ريزيديو تحت ضغط وحرارة عاليين عشان تتحول لمنتجات أخف وقيمتها أعلى زي الجازولين والجاز. أما من ناحية الثيرمودينامكس، فعملية الثيرمال كراكنج هي عملية إندوثيرميك، بمعنى أنها من العمليات اللي محتاجة حرارة عشان تتم، والحرارة دي بنحصل عليها إما بحرق كمية كبيرة من الكوك أو عن طريق الأفران. أما الكونديشنز الخاصة بالعملية، فزي ما ذكرنا أن التكسير الحراري بيحصل عن درجات حرارة عالية، ودي بتكون في رينج ما بين 450 ل 750 درجة سيليزيوس، وتحت ضغط عالي بيكون حوالي 70 اتموسفير. اما ميكانيزم التفاعل فهو من النوع الفري راديكال ميكانيزم، او ما يسمى بالهوموليتيك فيشن، وبسبب التكسير بينتج مركبات غير مشبعه. اما اليلد الخاص بالعمليه هو الجازولين، وده بيكون عنده اوكتين نمبر اعلى من الستريت ران جازولين اللي من نفس مصدر الكرود، وده لانه بيحتوي على دبل بونز اللي بتعمل على زياده قيمه الاوكتين نمبر، وبينتج ايضا باي برودكت زي الكازس والفويل اويل والكوك. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. استنونا في فيديوز جديدة.